سيدتي، وفقا للمعلومات التي تمكنت من الحصول عليها خلال الساعات القليلة الماضية، أن رقم 6000 سوف يعود، 6000 نازح سوري سوف يعود إلى سوريا الحرب الخميس المقبل، هو رقم أكبر بكثير من المتوقع، حيث حتى الآن لم يصل إلى الأمن العام اللبناني سوى موافقة السلطات السورية على بضع مئات من العائلات السورية التي سوف يسمح لها بالعودة إلى سوريا. هذه الخطوة أعتقد أن لها علاقة بالتطورات السياسية اللبنانية الداخلية. نهار الخميس المقبل يتحدثون عن الدفعة الأولى، والتي لا أراها تتجاوز المئات فقط، وهي تأتي قبل 4 أيام من عودة الرئيس ميشيل عون من قصر الرئاسة إلى منزله بعد انتهاية ولايته، ويريدون أن يسجلوا أن عملية إعادة النازحين والتي لها بعض الصدى الإيجابي في الشارع المسيحي قد تمت، قد بدأت في عهد الرئيس ميشيل عون، أي قبل مغادرته. ولا أرى أن هذه الدفعة القليلة التي سوف تغادر لبنان ستتبعها دفعات لاحقة، ليس لأن لبنان لا يريد إعادة النازحين السوريين، وليس لأن النازحين لا يريدون العودة إلى مناطقهم، بل لأن النظام السوري حتى هذه اللحظة لم يوافق على عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان بكميات كبيرة بما يفوق الآلاف هذه المرة. نهار الخميس المقبل سوف نرى بضعة باصات لبضعة مئات من النازحين السوريين فقط لا غير تغادر الأراضي اللبنانية إلى سوريا في خطوة فلكلورية تمثيلية، لكي يقال أن الرئيس ميشيل عون قبل أن يغادر الرئاسة قد قام بأول خطوة على صعيد إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. يعني من الواضح تماما سيد عيتاني، يعني حتى بأنه لا يوجد أي تفاصيل عن هذه الخطة، إلى أين سيعودون، هل هناك مناطق محددة سيعودون إليها اللاجئين السوريين؟ طيب، بالنسبة لهذه الخطة اللبنانية واستمرار الحديث عنها اليوم، ألا تدفع الدعوات للمنظمات الإنسانية، خاصة منظمة العفو الدولية، يعني على أقل تقدير يعني تخفف حدة خطاب المسؤولين اللبنانيين بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا؟ سيدتي، النازحون السوريون في لبنان تقريبا ما يقارب 65% منهم هم من قرى منطقة اليبرود والقصير، منطقة والزبداني، هذه المناطق الحدودية على حدود الشرقية للبنان. هذه المناطق فيها ميليشيات تابعة لحزب الله وبعض الميليشيات العراقية، إضافة إلى بعض الفرق الفواصل الفصائل من الفرقة الرابعة للجيش السوري. كل ما هو المطلوب ليس مناقشة النازحين ولا مناقشة المتحدة مع حزب الله إلا الانسحاب من هذه القرى الحدودية كي يعود أهلها، وبالتالي 60% من النازحين السوريين المتواجدين وتحديدا في منطقة البقاع سوف يعودون إلى منازلهم وإلى أراضيهم وإلى أرزاقهم. الحكومة اللبنانية، هذه الحكومة أو أي حكومة سوف تأتي، لن تجرؤ على إعادة النازحين السوريين تحت أي عنوان، طوعي أو غير طوعي، بكميات كبيرة، بداية لأن النظام السوري لا يريد عودتهم، وثانيا هم لا يجرؤون على مواجهة المجتمع الدولي. ما سترونه نهار الخميس هو حلقة من حلقات مسلسل خروج ميشيل عون من السلطة، يريد أن يقول كما قال أنا من رسم الحدود البحرية، يريد أن يقول أنا من بدأ بإخراج النازحين السوريين وإعادتهم إلى أوطانهم. إذن استعراض إنجازات قبيل الرحيل، يعني هذا مجمل الحديث. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من بيروت زياد عيتاني، رئيس تحرير موقع أساس ميديا، شكرا جزيلا لك من جديد.